اللهم يا عظيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام والمن والإنعام، إني أسألك في هذه الساعة المباركة المستجاب دعاؤها، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك الذي غلبت به كل شيء، وبعزتك التي لا يكافئها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك الحسنى التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الكريم الذي أضاء له كل شيء. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مزيل الكربات، يا دافع البليات، أن تجعل لإخواننا المستضعفين المبتلين في غزة وفي رفح وفي فلسطين مما هم فيه من بلاء وشدة وكرب ومحنة وعسر وضيق وقتل وتشريد مخرجا وفرجا وعافية وملادا، عاجلا غير آجل، قريبا غير بعيد. اللهم اجعلهم في حرزك وفي ضمانك وفي جوارك وفي غوثك وفي رحمتك وفي لطفك وفي عونك وفي عنايتك وفي رعايتك، واحرسهم بعينك الحانية التي لا تغفل ولا تنام. اللهم قاصمة من عندك تقصم بها ظهور الصهاين المجرمين، وتريح بها البلاد والعباد من ظلمهم وشرهم وتجبرهم ومكرهم وكيدهم واحتلالهم. اللهم عليك بهم وبمن شايعهم وأيدهم وسلحهم وساندهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم مزقهم تمزيقا وتبرهم تثبيرا. اللهم احصدهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم عدلك وغضب انتقامك وشدة عذابك. اللهم مزق شملهم وشتت جمعهم وخالف بين قلوبهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، واجعل ذائرة السوء تدور عليهم، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم نكس أعلامهم وشل أركانهم وبث الرعب في قلوبهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين.